وحضرتك يعني شفت في العهد اللي في التوراة عندكم في كان في حروب وكان في قتل، وإذا تقول لي العهد القديم لليهود عندك في الأنجيل تبعكم بيقول جئت لا لألقي السلام بل سيف، طب ما هذا سيف وهذا قتل. طب انت يعني شو، هل قرأت تفسير هذه الآية؟ لا ما قريت أنا. هل، خليني بس أكمل لك، هل قرأت ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية؟ يا أخي المواضيع دي محتاجة ناس ما فقهاء أنا يعني. عم بسألك أبو سارة، يعني بسألك بمحبة كمان وبأدب، هل يعني شفت يسوع المسيح طلب من أي شخص، يعني في حادثة واحد من تلاميذه استل السيف وضرب شخص، فالرب يسوع وبخه قال له رد سيفك إلى غمده، يعني أنا مش محتاج دفاع عني، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فلما بتسمع هذا الكلام المباشر من يسوع، هل يعلم عن حمل السيف؟ وبعدين بقول لك لنا دينكم ولكم ديننا، يعني في ايه فينك من هذه الآية في القرآن الكريم يقول لكم دينكم ولنا ديننا. حبيبي أنا معاك يا أبو سارة، لكن الفكرة إنه أنا وإنت رح نوقف أمام الله ورح نوقف أمام الرب، مش على أساس إلك دين ولا إنت، إلك الحق تتكلم عن دينك، ولك الحق إنك تتبشرني وتحكي لي عن دينك وتشرح لي عن الأسباب وعن شو الحياة في الدين وإيش اللي ممكن أنتفع منه روحيا. هذا الحق لإلك وأنا إلي الحق، لكن ما إلي الحق إنه أجبرك أو أغصبك أو أستخدم عنف أو سيف أو أي وسيلة أخرى حتى أجبرك إنك أنت تعتنق ديني. فهي الفكرة.